حبيبي شو رأيك؟ قل لي إنه حلو صح؟ على فكرة أنا كنت مفكرة إنه بطني رح يبين أكتر، بس خليتهم يزبطوا لي إياه منيح من عند الجوانب، بعدين دخلك يعني حتى إذا بين، نحن شو مخبيين؟ حبيبي بالله قل لي بده ذهب ولا ألماس؟ أنا حاسة هيك إنه الألماس عاطيه فخامة أكتر، صح؟ ديما أنت ما رح تكوني موجودة في العرس. ليه؟ صدقيني أنا حاولت إني يعني ألطف الجو معك. ليه؟ ليه ما رح أقدر أحضر العرس ليه؟ أمي رافضة وجودك. تقول إذا جيتي هي ما رح تجي. وأنت شو قلت لها؟ دافعت عني صح؟ قلت لها لا صح؟